بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقبل الله منكم ومنا جميعا الصيام والقيام وسائر الأعمال الصالحات. رمضان والعبادة. الإنسان مخلوق من مخلوقات الله، كائن من الكائنات، خلقه الله عز وجل في هذه الحياة بأجل، وينهيه حياته بأجل. قد قال ربنا عز وجل: ولكل أجل كتاب، أينما تكون يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. وربنا قال في سورة الملك: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. وقال ربنا عز وجل بيانا لسر الخلق، للمقصد الأساس من خلق الناس ومن خلق الكائنات، ربنا قال في سورة الذاريات في الآية 56: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وقال ربنا في سورة المؤمنون الآية 115: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. ربنا عز وجل لم يخلقنا عبثا في هذه الحياة، خلقنا ليشرفنا بشرف عبادته وتوحيده. غير المؤمنين يعيشون حالة من التيه والضياع، عبر عنها إيليا أبو ماضي في قصيدته المشهورة الطلاسم، مما ورد فيها: جئت لا أعلم من أين ولكني أتيت، ولقد أبصرت قدامي طريقا فمشيت، كيف جئت كيف أبصرت طريقي لست أدري، أجديد أم قديم أنا في هذا الوجود، هل أنا حر طليق أم أسير في قيود، هل أنا قائد نفسي في حياتي أم نقود لست أدري. إلى أن يقول: ولماذا لست أدري؟ يجيب: لست أدري هي حالة من التيه والضياع، عبر عنها الشاعر إيليا في قصيدته الطلاسم. وكذلك يعيش التائهون الذين لم يتعرفوا على خالق الكون. ربنا عز وجل أراد لنا الخير فقال: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فالعابد لله ينال هذا الشرف، هذا المقام السامق، يكفيه شرفا أن يكون عابدا لله عز وجل. أيثمثا وينو السينار ربي يضاع، وينو ميا عرقو فريد غربي سبحانه، ورسيت ساف السر الدونيثيس، وريت ساف السر إثو ذرثيس، أذي عيش يضاع يتاه يعرق سوفريد، أخطر غاسي السني فردان وياض، ولكن ما يعرق سوفريد غير ربي سبحانه، وريت ساف لهنا، وريت ساف السر إثو ذرثيس، وريت ساف ثلويث ذي الدونيثيس، ذين قرن ذي زيه أكون يوي ربي ذك فريد نسلما وثكين دما. أفريد نسلما ذا فريد يصوضا غير ربي سبحانه، أكن يغدينا ذي القرآن الكريم: ندوى أن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. وذي سورة الفاتحة نقرأ: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. أربي هدوياغ سافريد المستقيم، أنوي ذا بريذاك يسكمن، أنوي ذا بريذاك يسكمن، إقعدن ذا بريذ سلامة. صراط المستقيم يناد صراط الذين أنعمت عليهم، ذا بريذ بقذي في نعم ربي سبحانه. من هم الذين أنعم الله عليهم؟ ورد ذكرهم في سورة النساء في الآية 69: من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين
وحسن أولئك رفيقا وجاذي فينا مع ربي سبحانه ضرب على الصنفاقي إفذيك ضرب بذي صورة النساء الآية 69 إن من النبيين الأنبياء صفوة الخلق والصديقين صنف ثلاثة والشهداء صنف أربعة والصالحين بعد ربي ختمتي الناد وحسن أولئك رفيقا أما السعد بوين إسان لصنافك ذي أربعة ذي رفيق نيس الأنبياء أكن ملان صفوة الخلق إمولهن انتالسا ربي شقعي ثنيد باش دورين أفريد سلامة إذ خلقي ثمرة سقم زوارو الميذان قارو محمد صلى الله عليه وسلم يدينا ربي ذي الحقيس ندوى ما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ولكن أصل الأصول الجامع بين النبيين والمرسلين دعوتهم إلى توحيد الله عز وجل كما قال القرآن في سورة الأنبياء في الآية 25 وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون يكيم شجع عندي شجع ربي سبحانه إمولها ننتالسا أكن ملان سقم زوارو الميذان قارو ربي سبحانه شجع ثنيد بشذو الهن إمذانا غربي سبحانه أثوح ذن وحذس وسخدمنا لشريه وثعف ذن المسألة الأخيرة إخواني أخواتي أن العبادة مقدمة على الاستعانة نجد بعض الناس يطلبون المعونة من الله في شؤونهم في أمورهم في تفريج كربهم ولكنهم لا يعبدون حق عبادته لذلك أرشدنا ربنا عز وجل إلى المنهج السوي في سورة الفاتحة في قوله إياك نعبد وإياك نستعين فالعبادة تسبق الاستعانة أم إمذانا أقفل السثر ربي باش أثني عيون أو هربي أذيلين سويقاذ إثي عبذن جيغان ثلويث أرثم لليث سلام ربي في اللون.